وبوصفتي بستخدم مجموعة من المكعبات الخضار اللي تفضلون، حطيت باذنجان وقرع بطاطس وجزر وكوسة، قلبتها شوي مع زيت زيتون وعلى القلاية الهوائية ونرجع لكم. الرز طبعا بروح أغسله وبخليه منقوع تقريبا 40 دقيقة. وصفتي اليوم تبي تكون صينية رز مع الخضار والدجاج. بالبداية سخنت المقلة وبحط شوية زيت، أضيف مكعبات البصل، نستمر بحمس البصل والتقليب، عندي هنا هيل ومسمار ودارسين، ونستمر بعد بتقليب البهارات العدلة عشان تاخذ الريحة. أضفت هنا طماط بس طارت السنابة للأسف، وبضيف معجون الطماطم، وبعدها على طول عندي هنا ملح وكركم وشوية ماجي وشوية كزبرة، وخلاص الحين عاد بحركها كلها مع بعض وبغطيها خليها تتسبك ويطلع لي زيت الصلصة. جلسنا تقريبا أبو 5 دقايق، تسبك الطماط والصلصة. بضيف الآن مكعبات الدجاج، تبون دجاج صدور تبونها بعظم براحتكم، بس شيلوا الجلد معها وبستمر بعد بالتقليب. بضيف الآن فوق الدجاج شوية ثوم مهروس وأستمر بعد بالتقليب. عندي هنا مكعبات فلفل رومي ونفس الشيء بقلبها مع الدجاج. الإضافة الأخيرة عندي هنا مكعبات خضار مقلية بالقلاية الهوائية، جزر، بطاطس، قرع، باذنجان اللي تفضلون. نجي الحين عاد نكمل الخطوات. عندي هنا القدر خليته يستوي الدجاج نوعا ما، يعني نص استوى تقريبا. الرز بعد ما صفيت الموية نص الكمية بحطها بأسفل الصينية. نجي الحين عاد لخلطة الخضار والدجاج، سكر عليها وناخذ الكمية كلها هي اللي بنحطها فوق الرز. ورن تليفوننا، ماني بعيدة سنابة. الكمية المتبقية من الرز هي اللي تبي تصير على الوجه. نجي الحين عندي هنا ملح والماجي اللي تذكرون سويته أنا وياكم، شوية زيت نباتي أو زبدة على ما تحبون. راح أذوب الملح والماجي بالموية الساخنة، يكون ارتفاعها مجرد انها تغطي الرز. راح اساقي الرز بهالشكل، ما ابي المويه تكون كثيره، ابي يستوي على البخار وعلى كميه يمكن تقريبا كاس حطيت. ونقدرها بقوه، حاولوا على قد ما تقدرون تكتمونها. على فكره تقدرون تسوون هالطبق تجهيز مسبق. دخلتها الفرن تقريبا تبي تاخذ لها ساعة 180 درجة من تحت بس يا بنات.